أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير، نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم بين السطور. مملكة البحرين بلد العطاء وموطن الإنسانية ذات النهج القويم والمتزن، نهج تسير عليه المملكة بقيادة عاهل البلاد المعظم أيده الله، وتترجمه حكومة صاحب الجلالة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بكل كفاءة واقتدار. تنال البحرين اليوم تقديراً دولياً عالياً بسبب مواقفها المشرفة ومساعيها الحميدة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، والتي تنطلق من قيمها ومبادئها الداعية لتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية. شاركت مملكة البحرين في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وألقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد أزياني وزير الخارجية كلمة المملكة أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذه الحلقة نناقش ونقرأ معكم أهم ما جاء في الكلمة، فابقوا معنا. أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد أزياني وزير الخارجية لدى إلقاء سعادته كلمة مملكة البحرين أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دوراتها 77 بنيويورك، أكد أن مملكة البحرين بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ماضية في نهجها الإصلاحي والدبلوماسي في ترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان و دعم التنمية المستدامة وخدمة الإنسانية. لقد استطاعت مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبفضل العمل الجماعي المسؤول بروح الفريق الواحد أن تحول التحديات إلى فرص وقصص نجاح مستدامة واضعة في مقدمة أولوياتها احترام حقوق الإنسان وكرامته وحرياته ورفاهيته وأمنه. وسوف تشهد بلادي قريبا فصلا جديدا مزهرا في مسيرتها الديمقراطية بإجراء الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها 6 في نوفمبر المقبل، ليواصل البرلمان صلاحياته التشريعية والرقابية والتعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين. وتفخر مملكة البحرين بتمتعها بتشريعات عصرية تتوافق مع انضمامها إلى 7 من الصكوك 9 الرئيسة لحقوق الإنسان، والتي تضاهي أرقى المعايير الحقوقية العالمية. إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة المعظم ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ماضية في نهجها الإصلاحي والدبلوماسي الداعم للشراكة الدولية في ترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي ونبذ التطرف والكراهية والإرهاب وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم التنمية المستدامة وخدمة الإنسانية. وتدعو الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى عدم التصعيد والعمل على حل النزاعات بالحوار والطرق الدبلوماسية، كما وتدعو جميع الدول إلى إعادة تأكيد التزامها بقيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل والحوار، ومضاعفة عملها معاً لمواجهة كافة التحديات والتغلب عليها من أجل خير البشرية وسعادتها وحقوقها في بناء مستقبل أفضل يسوده الأمان والسلام والاطمئنان. حياكم الله من جديد مشاهدينا، وينضم إلينا في استوديو بين السطور الكاتب والمحلل السياسي السعد راشد. أهلا بك أستاذ في استوديو بين السطور. إذن
جاءت طبعاً في كلمة مملكة البحرين التي ألقيت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من الدلالات والمحاور، وعلى وجه الخصوص عبرت عن نهج مملكة البحرين في العديد من القضايا والعديد من المواضيع. فما هي قراءتك لأهم ما جاء من تعبير لنهج أو منهج مملكة البحرين؟ أول شيء أحب أشكركم على هذه الاستضافة والتركيز حول هذا الخطاب المهم والذي يعبر عن رؤية مملكة البحرين. ليست رؤية من السهل اليوم أن نتحدث عنها، هي رؤية بعيدة المدى ورؤية تم تأسيسها عبر إرث يمتد إلى آلاف السنين. طبعا مملكة البحرين احتوى هذا الخطاب الذي يصل عدد كلماته إلى 1628 كلمة بالتحديد. نعم. تناول العديد من المحاور الأساسية وعلى رأسها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين من خلال نهج واضح ومهم جدا كان يتبناه ولا زال يتبناه سيدي جلالة الملك المعظم. طبعا كلمة مملكة البحرين في الأمم المتحدة كانت شاملة ووافية وتحتوي على العديد من المفردات الأساسية اللي نتحدث عنها في بناء الخطاب السياسي والدبلوماسي، وكان على رأسها مسألة التعايش السلمي والحوار وكذلك التآخي، وأن يكون هناك رؤية واضحة لحل الصراعات والنزاعات على مستوى العالم. طبعا مملكة البحرين دوما سباقة في طرح هذه المبادرات الإنسانية التي تحوي في طياتها العديد من الأمور التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع. مملكة البحرين كذلك أكدت على أكثر من مرة في هذا الخطاب وخطابات عديدة أهمية التمسك بالميثاق التأسيسي للأمم المتحدة وكذلك مبادئ القانون الدولي، وهذه الأمور جميعها كفيلة اليوم بوقف أي صراع وأي نزاع موجود على الساحة الدولية. نعم، ذكرت العديد من المضامين في الكلمة التي تم إلقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ركزت مملكة البحرين على العديد من الجوانب، منها طبعا ما يخص الأمن في الشرق الأوسط، وأيضا أكدت على تعزيز التكامل الخليجي، وأكدت على وجود الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة اللي ذكرتها توك أستاذ، والعديد من الأمور بما يتعلق طبعا بالتآخي والتفاهم وتحقيق الاستقرار واحترام سيادة الدول. كيف تنظر اليوم إلى الدور الفاعل لمملكة البحرين في تحقيق الشراكة والتعاون الدولي في سبيل تحقيق السلام الدولي؟ طبعا مملكة البحرين لديها نهج واضح وهو التعاون، وخصوصا في كافة المجالات. نعم. وهذا التعاون يأتي في مقدمة السياسة الخارجية لمملكة البحرين. في نقطة كذلك أساسية تحدثت عنها مملكة البحرين، وهي أن يكون هناك آلية واضحة لتسوية جميع اليوم الخلافات. دور مملكة البحرين في ذلك كان واضح. صحيح. في دعم اليوم الأشقاء في الدول العربية ودول الخليج. خطاب مملكة البحرين لم يقفل كذلك عن القضايا الإقليمية ومنها القضية الفلسطينية، وكذلك دعم جهود مصر والسودان في حقها في الأمن المائي، وكذلك وحدة الأراضي المغربية بخصوص الصحراء الغربية. كلها بالضبط. وهذا الأمر يؤكد مدى اليوم موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ تجاه الأشقاء في الدول العربية، وكذلك التمسك اليوم بوحدة دول مجلس التعاون لدول الخليج. وكل هذه مضامين تؤكد بأن مملكة البحرين دوما داعمة للسلام وداعمة لليوم للتعايش. لم يقفل كذلك النظرة الإنسانية والتي كانت جدا مهمة ومحورية أن أراها في هذا الخطاب الإنساني. صحيح. الذي يراعي اليوم الشعوب وحق الشعوب في حياة كريمة، وهذا الأمر تفضل فيه نقله سعادة وزير الخارجية في كلمته بأن اليوم لدى الشباب فرص في الشرق الأوسط ويجب أن لا تفوت. نعم
صحيح، وأن يتم إيجاد حلول شاملة للمشاكل أكيد، ووقف التهديدات طبعا الإرهابية والمتطرفة، وقطع الإمدادات المالية وأيضا الفكرية وكذلك التنظيمية. اسمح لي أستاذ، راح يعني أنتقل إلى ضيفي الموجود معنا أو ينضم معنا عبر الهاتف من نيويورك، سعادة السفير جمال أروي المندوب الدائم لمملكة البحرين في الأمم المتحدة. أهلا بك سعادة السفير، ونحيي جهودكم الكبيرة في إنجاح مشاركة مملكة البحرين في هذه الدورة. إذا سعادة السفير، حدثنا عن أصداء كلمة مملكة البحرين أمام مناقشة الجمعية العامة، وكذلك عن نتائج اللقاءات الثنائية التي أجراها وزير الخارجية مع نظراء في دول الشقيقة وأيضا الصديقة. شكرا على الاستضافة. كانت مشاركة وفد مملكة البحرين برئاسة سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حافلة بالعديد من الأنشطة والفعاليات والاجتماعات التي شارك فيها سعادته والوفد المرافق، سواء على الصعيد الثنائي أو اجتماعات المجموعات الإقليمية أو على الصعيد أو في الإطار المتعدد الأطراف. وقد التقى سعادته بالعديد من نظرائه من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، وبحث معهم المستجدات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، يعني حيث تضمنت القضايا المطروحة التحديات التي يواجهها العالم، سواء فيما يتعلق بالأمن والسلم الدوليين، بالإضافة طبعا إلى موضوعات تغير المناخ أو الأمن الغذائي والقضايا المطروحة. وتبادل سعادة الوزير وجهات النظر حول العديد من الملفات والقضايا الراهنة الإقليمية والدولية، وبحث سعادته سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات القائمة وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين. كما شارك سعادته والوفد المرافق في الاجتماعات التي عقدتها دول مجلس التعاون مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين. وأيضا التقى سعادة الوزير بالأمين العام للأمم المتحدة، وأيضا التقى برئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع العديد من المنظمات غير الحكومية، انطلاقا من حرص مملكة البحرين على تعزيز ثقافة السلام والحوار بين الأديان. أيضا شارك سعادة الوزير في منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان دور الشرق الأوسط في دفع عجلة الازدهار العالمي. إضافة إلى ذلك أيضا شارك سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في العديد من الاجتماعات الإقليمية والدولية واجتماعات لمراكز الفكر، وكما اجتمع أيضا مع عدد من المسؤولين في الأمم المتحدة. من جانب آخر أيضا بعد شاركت سعادة الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة الخليفة المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية في العديد من الاجتماعات لبحث سبل التعاون مع الأكاديمية والجهات المعنية. ويأتي هذا النشاط المكثف لوفد مملكة البحرين برئاسة سعادة وزير الخارجية انعكاسا للنهج الحكيم والدبلوماسي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لكل ما من شأنه تدعيم أطر التعاون ومد جسور الصداقة والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة. وقام سعادة الوزير بالتوقيع على العديد من البيانات المشتركة لإقامة علاقات دبلوماسية مع عدة دول تضم دومينيكا ومدغشقر وترينيداد وتوباغو وتوغو بولايات ميكرونيزيا المتحدة وجزر سليمان. وقد عكست كلمة مملكة البحرين التي ألقاها سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية في المناقشة العامة
للجمعية العامة للأمم المتحدة أسس المملكة الثابتة ومسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي، حيث أكد سعادته عن مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ماضية في نهجها الإصلاحي ودبلوماسي في ترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم التنمية المستدامة وخدمة الإنسانية. وانعكست ردود الأفعال حول كلمة مملكة البحرين فيما شهدته وفود الدول الشقيقة والصديقة من نشاط، سواء في اللقاءات واجتماعات، وحرصت تلك الوفود أيضا على متابعة مواقف المملكة المتزنة. نعم. فكانت ردود الفعل لها اهتمام وتقديرين. نعم. وتقدير كبيرين لمواقف مملكة البحرين المتزنة. نعم. سعادة السفير جمال الرواعي المندوب الدائم لمملكة البحرين في الأمم المتحدة، كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك. حياكم الله من جديد مشاهدينا، وعودة إلى ضيف الكريم الأستاذ سعد. إذن أستاذ سعد، هناك وقفة أو تشمل هذه الدورة وقفة خاصة أمام الجهود الدولية في تحقيق التنمية المستدامة، كيف تقيم على وجه الخصوص جهود مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ طبعا مملكة البحرين من الدول السباقة في عملية التنمية المستدامة، وخصوصا في التنمية البشرية، فقد حرصت مملكة البحرين في ظل المسيرة الإصلاحية لسيدي جلالة الملك المعظم وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، حرصت وبشكل كبير في أن يكون هناك نهج أساسي هو احترام اليوم حقوق الإنسان وكرامته وحرياته وأمنه، كونه هو أساس وركيزة أساسية، حيث أنه يمثل ثروة حقيقية للوطن ومحور في تلك المسيرة التنموية الشاملة.
طبعا كان خطاب المملكة البحرين خصوصا في الأمم المتحدة احتوى على أرقام وحقائق مثبتة، حيث تكلم سعادة وزير الخارجية حول جهود فريق البحرين بشأن مكافحة وتجاوز تداعيات جائحة كورونا، وذكر بالأرقام والإحصائيات بأن مملكة البحرين منحت 3.5 مليون كجرعة، أي قامت بتطعيم حوالي 230% من سكان البحرين، وكذلك تلقي أكثر من 67% الجرعة المنشطة. طبعا مملكة البحرين حرصت في هذا المجال خصوصا في تداعيات جائحة كورونا، وهي إطلاق الحزم المالية والتي وصلت قيمتها إلى 12 مليار دولار، وذلك لإسناد الأفراد وكذلك القطاعات المتضررة. لا ننسى أن مملكة البحرين توجت هذا الأمر بأن تحتل المرتبة الأولى في معدل التعافي حسب المؤشرات الدولية. يعني تم التجاوز طبعا هذه الجائحة، وكانت لمملكة البحرين تجربة، وخصوصا أن يعني التعافي الدول ما بعد الجائحة كانت من العناوين العريضة في هذه الدورة، إلى ممكن على عجالة ممكن أن يتم الاستفادة من تجربة البحرين فيما يخص طبعا التعافي ما بعد الجائحة. أول نقطة هي أن مواصلة مملكة البحرين خطة عملها في التعافي الاقتصادي كان جدا مهم ومؤثر، من خلال اليوم تعديل مجموعة كبيرة من التشريعات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، كذلك عملية تدريب وتوظيف اليوم المواطنين في هذه القطاعات وإطلاق مشاريع. وكذلك لا ننسى أن اليوم هناك دعم لا محدود للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات. يجب اليوم كذلك نؤكد أن هذه التجربة لمملكة البحرين هي تجربة رائدة في المجال الصحي وكذلك في المجال السياسي والمجال الاقتصادي. اليوم مملكة البحرين تعتبر نموذج واضح يحتذى فيه لدى دول العالم، وهذا ما يؤكد بأن اليوم المسيرة الإصلاحية لسيدي جلالة الملك المعظم تسير بصورة جدا واضحة وسليمة نحو الوصول إلى أعلى المراتب على مستوى الدول الماجستير. وما جاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد على مكانة ودور مملكة البحرين دوليا وعالميا، وهذا ما نفخر به أكيد نحن أبناء البحرين. كل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سعد راشد، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم يوم غد بنفس الموعد وموضوع جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وإلى اللقاء.